مبروك يا عروس. لا ايه يا حبيبي؟ الحيطان له ودان. ودان ايه ومناخير ايه؟ ما انا مراتك على سيره الله والرسول. الله، انا ما رضيتش اشيلك، احسن حد يشوفنا. ده انا اللي هشيلك في حبابي عينيا يا نور عيني. بس زي ما اتفقنا. طبعا، ولا من شاف ولا من دين، سكتم بكتم. يعني انت مالي ايدك من اخوكي؟ طبعا يا حسين، اخس عليك. وانا لما مش مالي ايدي من اخويا كنت جبته؟ طب يلا بقى هتدخلي تغيري هدوم انتي وتلبسي لي حاجة تطير الكاسين اللي في نبوخ. هلبس لك حاجة مش تطير الكاسين اللي في راسك، تطيرك انت نفسك. بس يلا حبيبي، حضر القعدة عبال ما اغير. نعم، انا حضر القعدة؟ هي دي البداية؟ لا، البداية دي مش كويسة. خلاص يا حبيبي، اوضب انا وبلاش اغير. لا 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 لا، تعال ادخلي غيري هدومك وانا هوضب كل حاجة، بس اوعي تتأخري عليا. ايوه كده تعادل، انا احب الرجاله اللي تدلعني. الا قول لي بالحق يا حبيبي، المنايل على عينه اللي ما يسمى اللي اسمه عصفور ولا غراب ده، ويعرف اللي بيني وبينك؟ لا 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 لا، يعرف ايه؟ كل اللي يعرفه ان احنا اصحابه بس. احسن، ما بقبلوش ده، بكرهه لله في الليه. ليه؟ هو عمل لك حاجه؟ عمل لي حاجه؟ هو يقدر؟ ده انا كنت نسلت شبشبي على دماغه ونتبت ريشه. سيبك منه بقى، احنا هنقضي الليله في الكلام ولا ايه؟ يلا حبيبتي، احسن انا ورايا شغل كتير. شغل؟ يبقى بني احسن لو عرفت تروح الشغل. الله 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 الله، هتخلينا بطل شغل. طب يا مين بالله العظيم، لا خليك تبطلي راس ونقعد احنا الاتنين صيع، ما ورناش حاجة غير الكاس والكاس. يا باشمهندس كريم، انت يا باشمهندس كريم، يا باشمهندس. استنى اما اشوفه عايز ايه. ايه بتبص لي كده ليه؟ انا جيت لك لما لقيتك ما تسعدش حالي. خير؟ في حاجه؟ هتستهبل عليا يا باشمهندس ولا ايه؟ هي خلاص بقت اني اقطعناكم. انا مش فاهم حاجه، انت عايز ايه؟ عايز الاسمنت اللي انت خدت حقه يا ضد الشباب. اسمنت ايه يا راجل انت؟ وانا شفتك ولا اعرف خيلة اهلك قبل كده؟ الله الله الله، هي بقت كده ولا ايه؟ تعالى يا معلم، تعالى يا معلم احضرنا. انت ايه حكايتك بالظبط يا راجل انت؟ في ايه بس يا جماعه؟ ايه العباره يا باشمهندس؟ انا عارف ايه البلاوي اللي بتتحدف علينا دي. ما تتهدف بكلامك يا جدع انت. قول ايه العباره؟ ايه اللي بينك وبين الباشمهندس؟ الباشمهندس خد مني تمن الاسمنت، هم المفروض كانوا يورثوني من اسبوع فات يا معلم، ودي مش اول مره اتعامل معاه فيها. هي دي برضه صوت علامه يا معلم. ما تتهدف بكلامك يا جدع انت. يا باشمهندس مش تاجر اسمنت، انا اتعاملت معاه كتير لكن ما اعرفش المره دي ايه اللي حصل له. انت راجل سافل وكذاب واخير، وفي حد مسلطك عليا. ايه ده باشمهندس؟ مش هتهدف منهم عليا، انا اخد حقي منك، اخد حقي منك. حقي يا ابن الكلب، حقي منك، حقي منك. معقول اللي بيحصل ده يا كريم؟ حضرتك برضه تصدق كلام الراجل الكذاب ده؟ وكمان بتتهم دحروك انه بيغش في المونة؟ انت عارف ان انت اول واحد يقول كلام زي ده؟ حضرتك ليه مش مصدقني؟ قول لي انت، اصدقك ازاي؟ ده كل ده تخطيط دحروك علشان يخلاله الجو. انت عارف ان دحروك هو اللي دافع عنك قصادي؟ ما هو لازم يعمل كده عشان المؤامرة تبقى طبيعية. اخسارة يا كريم، اخسارة، انا فعلا خدعت فيك. حضرتك تقصد ايه؟ لا اقصد ولا ما اقصدش، انا مش هجيب سيرة باللي حصل ده لأي حد لحد انت ما تقدم استقالتك بنفسك. انا مش عايز عمك رستم بيزعل مني، وهو اكيد هيلاقي لك مكان تاني تشتغل فيه. لا يا بابي كريم، مش ممكن يعمل كده، دي مش اخلاقه. انت تعرف ايه عن اخلاقه؟ تعرف ايه عنه اصلا؟ اعرف كل حاجه، انا كنت بشوفه كل يوم كان بيحكي لي على اخلاق ضحوك. اي صفه كنت بتشوفيه كل يوم؟ بصفه ان انا مديره مكتب حضرتك، ومن حقي اعرف كل حاجه تخص الشغل. انا عارف انت بتدافع عنه ليه. لانه انسان محترم. لانه انسان كذب عليكي خلاكي تصدقيه. الافندي كان جاي عشان يتقدم لك، عايز يتجوزك، مش هي دي الحقيقه؟ والله يا بابي حقيقه تشرفني. بس الكلام اللي عبد القوي بيقوله عنه ما يشرفش. انكل عبد القوي منحاز للمقاول بتاعه عشان هو اللي بيسهله شغله مع الحكومه. فهمك كده، مالا دماغك ضد عبد القوي؟ وقال ايه كمان عليه؟ يكونش قال انه حرامي؟ لا ما قالش كده بالظبط، بس قال ان في مصالح بينه وبين ضحروك. ده شغله ومالناش دعوه بيه. بابي المول ده بتاعنا، ولو حصل اي حاجه هنبقى احنا المسؤولين. المول ده مش بتاعنا لوحدنا، عبد القوي شريك فيه، ومش عايز اسمعك تتكلمي تاني. اتفضلي على مكتبك.
انا اصلا كنت مستنيه انه يحصل من بدري. وازاي باباك يصدق كلام الراجل الحرامي ده؟ ما هو صدق كلام انكل عبد الاول كده ببساطه. ايوه انت ناسي ان في بينهم مصالح كبيره. على العموم انا مش زعلان على الوظيفه. يا ابني انت مهندس شاطر جدا وممكن تلاقي مليون شغلانه. انا بس اللي مضايقني الطريقه اللي سبت بيها وظيفتي. هما كده كده كانوا هيرفضوك لانهم مش عايزين حد يتدخل في شغلهم. انا فاهمهم كويس. انا خلاص مش هشتغل عند اي حد تاني. امال هتعمل ايه بقى؟ هتقعد في البيت من غير شغل؟ لا طبعا انا من غير شغل ممكن يجرى لي حاجه. انا قررت انا وواحد صاحبي كده مهندس نفتح مكتب. مكتب؟ انت معاك فلوس؟ الحمد لله معانا اللي على قدنا اللي ممكن نبتدي بيه ان شاء الله. طب دي فكره حلوه قوي. انا ممكن اساعدك. ساعدينا بايه يعني؟ اساعدكم بالفلوس. افرضي ما كنتش اعرفك كنت هفتح المكتب ولا ما كنتش هفتحه؟ انا قصدي يعني ان انا ابقى شريكه معاكم. بعدين يبقى نشوف الموضوع ده. طب بالراحه ما تتحميش قوي كده. خدي روح قلبي كل دي لا 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 لا. خلاص يا حبيبتي انا شبعت قوي 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 قوي. اخس عليك يا سحس. حد يقول لجمالات حبيبته انه شبع؟ انا قصدي على الاكل. وبعدين حاجة تقومي بقى عشان تروح الفرح عشان انت اتاخرتي قوي. اتاخرت؟ يا سلام. يعني انت خايف ان انا اتاخرت ولا خايف عشان الانتخابات والبروباجندا اللي بعملها لك ساعه النمر؟ لا يا حبيبتي انا مش عايز بس حد يشك فيك ويضايقك. اها شك فيا؟ ما انا باجي لك كل يوم مش عاوزهم يشكوا فيا بقى. الذهب والشكل اللي اتغير مش هيشكوا لسه؟ قصدك يعني ان هم عارفين؟ طبعا. محدش بيقول لك انت رايحه فين ولا جايه منين؟ يا حبيبي جرى ايه؟ هم عارفين ان انا صغيره ولا انا قاصر؟ يعني محدش بيلسن عليكي. يلسن؟ يا ويله اللي يطلع لسان جمالات من بقه. لا انا كده بقى واحد يخاف منك. انت لسه ما خفتش يا حبيبي؟ مش عارف. اقول لك انت مش عارف ليه؟ عشان خوفي لذيذ تعب بحبك. انت طلعت لي منين؟ انت اللي طلعت لي منين؟ الله الله جمالات. نعم. والنبي اطرقعيها تاني. الرحمن الرحيم. ايه في ايه يا نوسه؟ يظهر اني كنت بحلم. ده انت صرختي صرخه
سيبت فيها ركبي، مع انه كان حلم جميل في اوله لغايه ما ظهر خربوش بوظ كل حاجه. يا دي خربوش اللي بيعكنن عليكي حتى في الاحلام. تحب اشوف لك صرفه واخلصك منه؟ لا، وعلى ايه؟ هو ماله ومالي؟ بعدين هو هيبقى فين واحنا فين؟ على رايك هو فين واحنا فين وحيلقينا فين؟ بس في حاجه غريبه. ايه؟ عمر. ماله عمر؟ معقول بيحبني كده حتى في الاحلام؟ ده اللي انت عايزاه، اما هو بقى الله اعلم. ما كانش هيتجنن عليا كده ونفسه يشوفني. شفتي انت لسه بتحبيه؟ اطمني، هو مستنيك. بالذمه فين؟ الله، انت مش اتفقتي مع البت دي اللي اسمها ايه انه يجي لك؟ صعب عليا قوي في الحلم. وعايزه تصلحيه في العيل؟ لا، انا كنت عايزه اتاكد من حاجه يا حاج. ايه هي؟ انه لسه بيحبني عشان اتشفى فيه. الله، احنا مش قلنا ننسى حكايه الحب والايام والغرام ده ونركز في الانتقام؟ ولا هترخرخي بقى ونفضها من اصل؟ لا لا يا حاجه، اللي انت تقولي عليه هو اللي يمشي، انا بس كنت عايزه اتاكد. ما انت اتاكدت، امال هو عايز يجي لك ليه؟ يمكن عايز يجي عشان هو اللي يتشفى فيا. يا بنت انت هتلعبي عليا، الراجل لما يكره واحده